بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، التواصل جاري في شوطنا السادس الذي خصص للجعدان. تمنى دائما التوفيق والناموس للإخوة المشاركين الحاضرين في كل هذه الانطلاقات الجميلة المميزة في أرضية ميدان الطيب ما شاء الله، الذي يشهد حقيقة هذه الانطلاقات الجميلة. الفاتن حمد سلطان متعب الأقفلي، النقلة هناك على حبشان سيف بن يمع الخميس الغويص، بينما مياس يمع بن حمد الصقع الأقفلي. ثالثا النقلة على الحنيش سيف بن حميد بن خليفة الشامسي، وفي المركز الخامس الحر يمع بن عبيد بن خليفة بالساحر الاكتبي. هكذا مستمعينا الأعزاء، جمهورنا الكريم، حضورنا المميز، كانت الانطلاقات الجميلة والمميزة في هذه الأشواط الحاضرة في هذا الانطلاق الجميل، هذا الانطلاق المميز ما شاء الله تبارك الرحمن. يا الفاتن اللي مسيطر، اللي صامد ما شاء الله على المقدمة، حاضرا للمشاركة للسيد حمد بن سلطان بن متعب الأغفلي، مسيطر ما شاء الله. بينما المركز الثاني حبشان سيف بن يمع بن خميس الغويص، النقلة على الحر يمع بن عبيد بالساحر، وفي المركز الرابع الحنيش هنا يأتينا سيف بن حميد خليفة أبو سحر الشامسي، مياس يمع بن حمد بالصقع الأغفلي. خمس المراكز. هكذا مستمعينا الأعزاء، جمهورنا الكريم، حضورا المميز للمراكز ذعناها عليكم بالفوت تمام. الخمس 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 اللي بهن زان اللقاء، اللي بهن بهن زان اللقاء. يلا يا بن متعب، يلا يا الأغفلي، رتب أمورك في اللحظات الجميلة، رتب وضع القعود ما شاء الله في اللحظات الجميلة، حساسة للغاية. وحمد بن سلطان بن متعب الأغفلي المسيطر على المركز الأول، من يقود هذه المجموعة السادسة في هذا الانطلاق الجميل، من يسيطر ما شاء الله حتى هذه اللحظة على السيطرة على المركز الأول على مقدمة هذا الشوط. بينما المركز الثاني حبشان سيف بن يمع بن خميس الغويص أيضا حاضر حاضر، ولكن الأوامر متى 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 سوف تصدر الأوامر؟ وصلكم مياس، وصل مياس، وصل بالصقعة مع مياس يمع بن حمد بالصقعة الأغفلي. سلام الله يا أبو سحر، حرك الأمور يا سيف يا أبو خليفة، يا بن يا سيف يا بن خليفة أبو سحر الشامسي. ولكن ولكن أهالي اللبس على ما ظن، أهالي اللبس إذا ما خان به التعبير يبون السلام مع الفاتن، يبون السلام مع الفاتن. يا سلام حمد بن سلطان بن متعب الأغفلي، من يسيطر على المركز الأول. وداعا يا الناموس، وداعا يا الناموس، خلك بروبلم يا بن متعب، خلك بروبلم يا بن متعب، خلك في اي بي يا بن متعب. من يسيطر؟ الله يا بن رشيد، احمد بن سلطان بن رشيد حبشان سيف بن يمع بن خميس الغويص أيضا ثانيا، مياس يأتي بالمركز الثالث يمع بن حمد بالصقع الأغفلي. ولكن ولكن بو سلطان، يلا يا بو شهاب، يلا يا بو شهاب، خل موقع الناموس يرسل لك التهاني، خل موقع الناموس يهنيك والجماهير تهنيك. سلام سلام سلام، تحية واحترام لمالك الفاتن حمد بن سلطان بن متعب الأغفلي. المركز الثاني مياس حمد يمع بن حمد بالصقع، المركز الثالث يمع بن سيف بن يمع بن حميس الغويص. المركز الرابع ايها الاخوه شعار مطر بن علي بن واس، او علي بن مطر بن علي بن واس مع الاسد. خامس المراكز سيف بن حميد الغويص، 4 دقائق التوقيت الزمني، 42 ثانيه 61 جزء الثاني. تهانينا والناموس.